بسم الله الرحمن الرحيم. في الأبحاث أو في الكتابة الطلابية عموما، نقدر نختار من جوجل المناسب. يعني مثلا لو قلنا ديجيتال لوجيك بالشكل ده، زي ما احنا لسه بنقول ديجيتال لوجيك، النتائج اللي طلعت قدامنا دي مختلفة، بعضها دوت كوم، بعضها دوت دبليو اس، بعضها دوت اي دي يو، بعضها دوت كوم تاني. ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا عندنا مواقع مختلفة، وكل موقع امتداد بتاعه ليه طبيعة مختلفة. احنا طبعا هنركز على ايه؟ على دوت اي دي يو ودوت اكاديمي زي كده. احيانا بيبقى دوت اي سي دوت يو كي او دوت اي سي على طول، بس فالاتنين دول اهم واحسن النتائج اللي احنا نقدر نستخدمها. طيب ويكيبيديا زي ما احنا شايفين طبعا مشهور عنها لانها عدد كبير جدا الناس اللي بتكتب فيها، والناس بتقرا الالفاظ بتاعتها بسهوله، ما فيش مانع نقرا ونطلع منها وكل حاجه. حتى في بعضهم بيبقى في مقالات داخليه بتوديك للجامعات وبتوديك للاماكن الموثوقه، لكن لما جينا نيجي نكتب كوبي وبيست او نيجي نكتب ننقل منها حاجه او نيجي نعمل منها تنصيص، علامه تنصيص منها او ناخد منها مرجع، ما نقدرش ناخد من ايه؟ الويكيبيديا. ليه؟ المعلومات صحيح مفهومه وسليمه في المعظم، لكن اللي بيكتب مش متخصص، ما مش متخصص في المجال اللي كتب فيه. تلاقي مثلا نتيجه زي كده دوت كوم، صحيح دوت كوم مش اي دي يو صحيح، لكن ده مشهور، اس تي ستادي ده مشهور ومعروف عنه ان هو متراجع كويس وناس كاتبه كلام قوي وكويس جدا. يعني ده مثلا الاكاديميه العربيه اهو، هنا مثلا تلاقي رمز كده جنب التايتل، ده معناه ان هو ده كورس، ده مقرر. لما تلاقي كلمه بي دي اف، ده معناه ملف بي دي اف، هيفتح ليك ملف ايه؟ بي دي اف. ده مثلا الجامعه الالمانيه في القاهره اهي، جي او سي دوت اي دي يو دوت اي جي، وبرده الكود بتاع مقرر، يبقى ده مقرر. ساينس دايركت مثلا دوت كوم، صحيح دوت كوم، لكن ده ناشر عالمي، ناشر بينشر للعلماء وينشر في كل التخصصات، طبعا كلامه موثوق ومرجعه كويس. دي جامعه بنها مثلا، بنها يونيفرسيتي. ده دوت اورج صحيح، لكن جيكس فور جيكس ده مشهور، مشهور جدا وبيجيب كلام موثوق وكلام ايه؟ منسق وكلام كويس. ده كامبريدج، كامبريدج دي اورج صحيح، لكن كامبريدج دوت اورج ده بالذات معروف ان هو بابليشر او ناشر، حتى شوف في مكتوب كلمه بوكس، ناشر عالمي معروف انجليزي طبعا. والسيفير ناشر عالمي معروف. ريسيرش جيت منتدى للعلماء والباحثين. دوت نت اهو، مش دوت اي دي ولا حاجه، لكن دوت نت، لكن منتدى وفي معلومات قيمه جدا جدا، لو نقدر نعمل اكونت كمان عليه يبقى ممتاز. دوت اي دي يو بس دوت تي ار اللي هو جامعه تركيه او معهد تركي كويس. ده ناشر برضو، بس ما يوصلش الى الالسيفير والناتشرال وسبرينجر، لكن برضو يعتبر ناشر علمي، اقل منهم في الجوده، لكن ناشر علمي ممكن في مستوى الطلبه نستخدمه عادي، حتى في الماجستير والدكتوراه بنستخدمه، بس بيبقى معروف مشهور ان ده النشر فيه اضعف او اقل مستوى من غيره. دي جامعه اسكندريه، دي جامعه في اليو كي في بريطانيا. عاوزين نقول ملحوظه ثانيه برضو، الناتشر هو اللي كنت بقول لكم عليها، النشر انجليزي كبير، جامعه المنصوره. دي بالنسبه للفرق ما بين ويلي، جامعه نشر كبير، ودي جامعه. بعدين مره ثانيه هنقول كل، مش كل الجامعات صحيح، بس بيبان لما نفتح، هنخلي مره ثانيه نتكلم على لما نفتح اللينك، لما نفتح اللينك نعمل ايه او بنفرق ازاي. مش كل الجامعات اسمها جامعه يعني قويه، ممكن تلاقي كله دوت اي دي يو، لكن مش كل الجامعات بنفس الجوده. برضو من الاماكن الجميله جدا المهمه جامعه tutorialspoint.com للطلبه وما بعد التخرج كمان، وللمتدربين واللي بيجهز محتوى تدريس وتدريب وتعليمي
ممتاز جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لانه عنده خصائص مش موجودة في كل المواقع اللي فيها معلومات عن البرمجة او الكمبيوتر. بتعمل كومبايليشن اونلاين وبتشوف نتيجة اونلاين، مفيد جدا، هيبقى مرة نتكلم عنه. ده اوديمي دوت مشهور طبعا عنه، معظمكم يعرفوا ان هو مشهور ان هو مركز تدريبي او مجموعة مراكز تدريبية ومحاضرين مشتركين فيه. فنقدر طبعا لو لقيت حاجة مفتوحة فيه، طبعا مش كل حاجة مفتوحة فيه، لو لقيت فيديوهات مفتوحة احيانا بيعرض حاجات فري واحيانا لا. ده بوكس معناه ان هو كتب، طبعا الكتب في جوجل ما تبقاش اوبن، لكن احيانا بعض الصفحات بيفتحها بيكون فيها بعض. هنا حاجة مهمة جدا اللي هو اركايف. ده اركايف دوت نقدر نقول عليه اركايف، نقدر نقول عليه مع انه مش نشر نهائي، يعني ما قبل النشر، يعني واحد بيعمل بحث بينشره في المجلات اللي قلت لكم عليها اللي هي السيفير وناتشرال وكده، لكن ده قبل ما ينشرهم هناك بينشرهم هنا. بس من كثرة ما نشر من جودة في الاركايف اتشار عنه ان هو مكان كويس، مكان قوي جدا للنشر او للاطلاع. ففي مستوى ان احنا ناخد منه معلومة تتكتب في بحث اندر جراديويت يبقى ممتاز. دي اماكن كتيرة، يعني مثلا برضو عاوزين اهو مثلا حاجة مهمة زي دي اي تريبل اي دوت مهم جدا طبعا، وناشر كبير وفيه في مقاييس للتعليم الهندسة والكمبيوتر والكهرباء كثيرة جدا. لما تلاقي كده مثلا ده بقى اسباني اي اس، يعني اسباني. تعالوا نشوف النتيجة اللي بعد كده فيها مع فيها حاجة مختلفة. مثلا هنا تلاقي جاب لك يوتيوب ممكن تتفرج في سورس فورجي. سورس فورجي دوت عبارة عن ايه؟ عبارة عن مكان متخزن فيه صفحات، مش صفحات، سورس كود لبرامج كتيرة جدا من كل اللغات. مثلا دوت اي دي اي، دوت اي دي اي ده المانيا، ديوتش، بي بي سي اهو، خدت بالك في حاجة مكتوبة عن اللوجيك. دي جامعة في كندا. دي بعض الملاحظات على النتائج. لما تكون جامعة او دوت اي دي يو افضل نستخدمها في المراجع بتاعتنا.